نادي الزمالك بيستعد لتقديم التماس لتخفيف العقوبه عن مصطفى محمد، ونجم عنده عرض واحداد عنده عرض، ونجم متمسك بنادي الزمالك واحداد حميد احداد لسه بيشوف الموقف. عايز اقول لكم كمان رساله لعيبه نادي الزمالك جزئين، اللي حب نادي الزمالك واحترمه وقدره ومدى ومضى في وقت صعب جدا، الجمهور ما ينساش والتاريخ ما ينساش، والتاريخ ما ينساش، الكره هتديله وهيعمل فلوس، وبعد ما هيبطل التاريخ هيفضل فاكر له. لو بتكلم على شيكا الرمز والنجم للزملكاويه، لو بتكلم على جنش، لو بتكلم على حازم امام، لو بتكلم على اوباما، لو بتكلم على ناس كتيره جدا 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 في الزمالك. الزمالك كله رموز وكله لعيبه كبيره، عمره ما بيقف عند حد وعمره ما بيتعطل من حد، اللي هيخسر هو اللاعب مش الزمالك. ولو عايز تخرج اخرج دايما من الباب الكبير، اخرج دايما من الحتة اللي عمر جمهور الزمالك ما ينساك فيها. يظل بالنسبة لجمهور الزمالك شيكابالا هو شيكابالا، ميدو هو ميدو، حازم امام هو حازم امام، اشرف قاسم هو اشرف قاسم، ايمن يونس هو ايمن يونس، فاروق جعفر هو فاروق جعفر، عبد الحليم علي هو عبد الحليم علي، حسين السيد هو حسين السيد، حسن شحاتة هو حسن شحاتة، اسامي كتيرة لو قعدت اتكلم عليها سنين. ارجو من كل لاعب دخل باب النادي يفكر خمس دقايق، يفكر ان انا في يوم من الايام كنت اتمنى اعدي من قدام السور، كنت اتمنى ان انا البس التيشيرت بتاعته. دي البيعه اللي لازم تبيعها لنفسك، دي البيعه اللي كل لاعب في الزمالك لازم يقنع بيها نفسه، لازم يقولها لنفسه قبل ما ينام. الكبير دايما مقتنع بيها ودايما بيعملها، احترف واطلع وسافر، روح وتعالى، حتى لو محترف هتفضل هنا ذكرياتك هي الحلوه، هتفضل تاريخك هنا، هيفضل بيتك الكبير هو هنا. فارجو من كل لاعب ان هو يتذكر كلامي، والناس تعرف ان اسم الزمالك ده اسم كبير جدا جدا جدا.